تطهر صافي. انا بما تطهر كلام واش غندير؟ انت شحال من عام وانت ساكن هنايا؟ وين هنا كبرت هنايا يا عم. عندك وليدات هنا ولا شنو؟ مش عارف اش بقى ساكن مع الوالدة والوالد. الوالدة والوالد تاهما الفوق على الدار. ومالك اخويا؟ واش غندير؟ اش غندير؟ ما كاينش البديل باش تاكل. لا اله الا الله. اش نوز؟ انت شوف حدا بالسيدة هو غادي في الطريق ما غاديش يشوف شي حاجة هنا. ما صورتيش فوق الباش؟ فوق الباش ديك راه صغيرة هذيك. شنو هي هذا المرجو هذا تخربيق هو هذا؟ تحت واحد قريب فوق القهوة. نشوف. وراه إذن مشاهدي قناة شوف تيفي خليك معايا. مشاهدي قناة شوف تيفي حنا كنتواجدوا زنقة حسن الصغير. زنقة حسن الصغير بالقرب من الترام مركز المدينة. هاد العمارة للأسف مهملة بواحد الشكل كبير وغادا تقدر طيح في أي لحظة. شوفوا شنو كاتبين هنايا، ما عرفتش الصورة واضحة لكم مزيان ولا لا. المرجو عدم المرور تحت العمارة وعدم ركن العربات بمحادثتها لتفادي خطر سقوط أجزاء منها. واش دابا هادي واحد غادي في الطريق غادي يهز راسو غادي يشوف فيها الفوق، الناس كيدوزو لتحت ومازال ستاسيونمو هنايا. شقوق كاينة كبيرة كتبان. الله يحفظكم يا أستاذي. ما عمرك ما شتيها؟ ما يمكنش ما يمكنش. كيفاش؟ هذيك النهار منين طاحت تماك من هذيك طاحت شي حاجة من هنا. ودابا انت ما يمكنش تكون غادي تهز راسك الفوق وتقرا ديك ال اخويا. الله يحفظك الله يحفظك. بارطاجيوها فيكم باش توصل للمسؤولين لان هذه ماشي خدمه. شوفوا الشقوق الكبيره اللي كاينه. هذه راه الساريه كلها مقسومه. شوف 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 ما انتم شوفوا الملاحظه، ما كاين لا بارير لا والو. الناس اللي كيدوزوا ما كيهزوش راسو من الفوق، اللي تقدر في اي لحظه تطيح على شي واحد. عرفتوا الصورة واضحة مزيان ولا لا؟ المهم شوفوا هذه، هذه في أي لحظة غادي تطيح. السلام عليكم. نحيدوا من هنا. وخويا اش بالك؟ أنت من السكينة؟ أنت من السكينة؟ اش بالك في دوز معايا قول لي شنو بالك انت في هذه الدار ملي كتشوف فيها بعينكوك؟ واش نقول لك؟ لا ما تصور ماشي مشكل. اسمع قول لي اش من المشكل اللي كاين هنا؟ يا هي الفوق. شنو بالك في هذه الدار؟ شنو بالك؟ مزيانة بخير. بالك مزيانة؟ وعلاش غتحيد الطوموبيل؟ تخلع تخلع. شحال واحد ساكن في هذه العمارة؟ تسعود العائلات مازال عايشين فيها. كاين اللي بالولاد ديالو. اخويا راه باز ليكم، راه مغامرين براسكم. شنيا الفوق دابا المشكل ما كاين لا باريال لا والو، يعني ما هذيك راه غادي تطيح هذيك. المهم نقربوا شويه باش تشوفوا شنو كاين. ما عرفتش واش الصوره واضحه ولا لا. اخويا راكم عايشين في الخطر دابا. هذيك شوف شوف فين مكتوبه المرجو عدم المرور تحت العماره. واش انا غادي في الطريق ولا غادي نهز راسي الفوق كنقرا وكنشوف؟
كما قلت لك دار بارير هذا ما خاصش يبقى يدوز من هنا، راه في اي لحظه طيح عليه عباد الله. بارطاجيو عفاكم لان هذا الشيء راه خطير. هذه عدم المبالاه بارواح المواطنين. يعني ما بقيتش عاقل شحال قال لي من عائله، وربما 8 ولا 7 اللي مازال ساكنين في هذه العماره كلها غادا تطيح. والمشكل ان ما كاين حتى شي مراقبه، ما كاين والو، على الاقل يديروا باريل هنا الناس ما يدوزوش، لان لا قدر لا كتاب الله وداس شي واحد تقدر هاد الدار طيح كيف طاحت الدار ديال درب مولاي شريف. ما عرفتش انا الصوره واش واضحه مزيان واش واصله ولا لا، ولكن نحاولوا نديروا هذا المجهود خفيف. نتمنوا من المسؤولين انهم يقوموا بالواجب ديالهم في اقرب وقت، لان هذا المنزل كيشكل خطر على الناس. السيارات اللي كيركنوا في هذا المكان حتى هما في الخطر. دابا هذه اشنو بقى فيها؟ يا هذه لا تيغاس ديال يعني انا فاش شفتها بعدا وقفت ما قدرتش نزيد نكمل، قلت هذه خاصنا نتكلموا عليها لانها خطر على الناس. هادشي طاح منا يلا حنا داوين عليه. الناس بداو كيحيدوا السيارات ديالهم ملي شافوا هاد اللايف. شوفوا شنو طايح هنا، حتى واحد ما جا هنايا، ما كاين حتى شي واحد جا سوال ولا معلمين. شوفوا شنو طايح من الدار. مشاف اخويا باز ليكم ياك، بغينا شي واحد يتكلم تقدر تبان وتكلم لنا على هذا الشيء اللي وقع. انا نقدر انا هذا ما عنديش مع الختم خاصه مع تقول لي شكون هي. لا حنا كندوي على هذا الشيء كامل، حنا كندوي على الدار. الضراري راه اش غادي نقول لك، هذا الشيء راه اللي صح المواطنين الناس تيدوزو. شوفوا الدار كيف دايره. شوف 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 وشوف من اللي مشيت مشيت من اللي انا راه جيت دابا هنا كنشوف شنو كاين. هاد السيد طاحت لي هاد السيد طاحت لي على الطوموبيل ديالو. باربريز ديالو باربريز ديال الطوموبيل ديالو مشى. وجات في الشارع وما كاين لا ردوا لما علموا. دابا ما تقولش لي علموا هذيك شنو هي دابا، انا واش غادي في الطريق ولا غادي هز راسي الفوق نبدا نقرا. خاص بارير صاحبي كيدار هنايا باش السيد هو دايز من قدامه هو ما غنش. وخالي عطاش دوز من هنا. غيديروا باريرات عادي. استاذي واحد دقيقة عافاك. مرحبا. جيتي يعني ما شفتي حتى شي حاجة. لو كان باريير. شو خاصو يدار في مدارك هنايا؟ لا. دار باريير. صافي صاحب الشخص يدير باريير للمواطنين. هاد الحجر امتى طاح هاد الحجر؟ هذا الصباح. الصباح. انا راه ما اتصل بيا حتى شي واحد، انا غير دزت شفتها قلت خاصنا نتكلموا على هاد. با با با.
هذا دار صافي هذا مشى. ما عرفتش انا الصوره وصلكم مزيان ولا لا، انا كنحاول نقرب شويه ولو إذا طاحت في المسؤولين كيتحملوا المسؤولية ديالهم، هادشي اللي كاين. شوفوا فين دايرين داك لافيش الفوق، أنا ما عرفتش واش غادي يكون حاد الراس لتحت ولا خاصني نقراها الفوق. المرجو عدم مرور المرور تحت العمارة وعدم ركن العربات بمحادثتها لتفادي خطر سقوط أجزاء منها. الحجر طاح منا، شنو باقي نتسناو في هاد الدار هادي؟ شارع الحسن الصغير العنوان هو هذا. الى ما عرفوش المسؤولين احنا كنوريو لهم باش يشوفوا شنو كاين. الماشي الماء كيهبط منا، الماء كيهبط منا، ولكن شنو واقع هنا؟ علاش المسؤولين ما داريش البارير ديالهم هنا؟ علاش واش ما داروش الحل مع الناس؟ ما عرفتش شنو واقع. سمعنا بان كاين العائلات مازال ساكنين هنايا. هاد العمارة هادي راه في مركز المدينة. ها لو غوبير ديالها اللي باغي يجي يشوف هنا من المسؤولين. كنتخايل شحال ديال الخسائر غادي يكونوا في هاد المكان. يعني وجات شوكة، يعني جات على جوج الشوارع. بارطاجيوها فيكم لان هادشي ما خاصش يتسكت عليه. لافيش ما كيدارش الفوق، ما يمكنش انا غادي في الطريق وغادي نهز راسي باش نقراها الفوق. كدار لتحت، كدير باريال، كدير واحد سانتي هنا باش حتى شي واحد ما يدوز قدامها. هاد الدار يعني في اي لحظه طيح، وانا غير بالصدفه يعني والله العظيم الا غير بالصدفه سيد قال لي راه الحجر طاح منا. هادشي امتى؟ غير اليوم. المهم ما نشوفش السيارة ديالك ديتيها؟ امتى سرسات؟ امتى سرسات؟ لا لا ما صوت 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 سرسات. هادي واحد ربع ايام ولا خمس ايام. هادي ربع ايام واحد الحجر اللي طاح اليوم. هذا اليوم هذا اليوم. قول لي شحال من عام، شحال من عام وهاد الدار بهاد الشكل؟ الدار تقريبا بحال هكا واحد نقول واحد دابا 10 سنين يعني. 10 سنين ولا على بحال هكا؟ 10 سنوات. ودابا نورمالمون شنو خاصو يدار بهاد الطوموبيلات ما يسرسوش والناس ما يدوزوش من تحت؟ دابا خاص نورمالمون يديروا لا راك كتشوف داك لابونكارت راه صغيره ما كتبانش دابا للمساكين الراجلين. ومديوره الفوق. مديوره الفوق ما بيناش خاص دي بارياف. شكون غادي وهز راسك الفوق؟ لا ما يمكنش ما يمكنش. واللي دابا خطير كاع هو داك القنت الليلي. هذيك البودره الكبيره هذيك راه طاحت حتى تكلف في البلاصه. ماشي هذيك البودره، كاين البودره الثانيه اللي تزيد. هذيك كاينه هذيك الكوانتي هذيك وحده اخرى. الاخرى اللي في الدوره اللي هي هذيك راه غادي تطيح هذيك، لان كل ما بقاو شادين غير شي عريقات صغار.
خاص دابا الاصلاح ضروري دابا المهم راه من الداخل صحيح مي دابا هاد لا 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 من الداخل صحيح لا سؤال الداخل صافا لا سيرفاس اكستيريور اللي وقت العصر لحقاش الناس ما كاينش بزاف ديال الجيران تسميه العائلات راه ما ساهلاش راه غير واحد وما ساهلاش ما كاينش بزاف واش حصاكم هنا محسيين ولا شنو نقول لك راه دابا مول الموبل دابا الله يرحمه مسكين الله يولي برحمه الله ملي توفى مول الموبل بقى دابا هاد الموبل في المشاكل راك عارف الورثه وزيد السلطات حصاوكم سولوكم شنو ما جا عندنا حتى شي واحد حتى واحد ما كاين واحد ماشي حتى واحد السلامة الله يحفظكم الله يحفظكم وصل هذا شنو البلاصة طاحت من هاد هاد الحجر الحجر واحد من تما واحد من تما شنو ضربت في الباش ياك ضربت في الباش طايحات هاد المهم حنا حاولنا نوصلوا الرسالة فنتمناو يتم الالتقاط ديالها من طرف المسؤولين الى غير رجعت اللور شوفوا ديك السيده هي كانت جايه من تحت منا ما يمكنش الناس غادي يدوزوا من قدامها وغادي يهز راسه الفوق باش يقرا المرجوع هذا من المرور تحت العماره الناس هما كانوا دايزين تحت منا ورا كل نهار توري شنو بحال هكا ماشي مره غيبقى شي طيحه كبيره ها في راه هادي اللي بغيت نقول لك هي هادي هي المصيبه الكبيره هادي دابا خاص ضروري يشوفوا كيفاش يطيحوها يحيدوها قبل ما تعلى شي واحد انا شوف اصاحبي راه باي باي راه ما كاينش بدون رجوع شدات ولا مكانيه راه عاوز عواز راه شاده غير داك الحديده اللي شاده ما عرفتش الحديد راه مكانيه اجي شوف الخويات مع الجماعة هضرنا مع هذا صيفطنا رسالة والو ما كاين مشيتو للجماعة اها مشينا قالك ما عندنا ما نديرو ما عندهم ما يديرو ديما هما عندهم ما يديرو وعاد ما مشيتو سيدي درتو شكايات لا لا شوف طالب ماشي شكاية ما والو درنا طالب زعما باش يشوفوا كيفاش هذا اش جاو خسروا هاد الجوج هاد اللعيبات هادو واقيلا ماشي حتى هما اللي داروهم داروهم الزيرين قال لهم ديروا إلا كانوا داروهم راه ديك هي الفضيحة الكبيرة هاديك شوف دار كل شوف هذاك الساريه بعد اللي قلت لي مزيانه الدار صافي لا شوف هذه مشات والساريه ملي كتشقق بهذا الشق كامل شنو غادي يهزها راه هو باقي صحيح راه خصو تروطاب صافي زعما تروطاب دابا شاتي شحال من عام شاتي شحال من عام هذا هذا خف باتريمون دابا راه مينش هذا خف باتريمون نورمالمون خصو تروطاب ثقوا بيا الا قلت لكم بان هذه العماره اللي كتواجد في زنقه الحسن الصغير المركز المدينه غدا دير شي فضيحه اللي غدا توصل للعالميه لان شوف السيارات فين مركونين ما كاين لا بارير لا والو الحجر بدا كيطيح منا كلها مشقه فين هي لا لا سير وراني وراني باينه باينه غادي تشوفوا السياره اللي تهرسات فين هي هادي حجره صغيره شو شنو دارت فكنتمناو من المشاهدين انهم يبارطاجيو باش توصلهم راه ما واصلهمش لان كون وصلاتهم على الاقل غادي يدير واحد البارير يحبسو يعني الناس ما يدوزوش من تحتها هاد البلاصه كانت عامره بالسياره من بعد اللايف راه الناس حيدوا السيارات ديالهم من قدامها لان هذه كلها كتشكل خطر اذا غادي نوصلوا لنهايه المباشر تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك